ضيفنا الحلقة اليوم سميتو نور الدين كنيتو الخماري من مواليد سنة 1964 مدينة أسفي. نور الدين الخماري 1986 شد الرحال للنرويج وتما دار الإخراج العديد من الأفلام القصيرة واللي فازت بعدة جوائز في المهرجانات الدولية. وعلى إثر هذا النجاح اللي حققه بأكاديمية السينما بأوسلو كان أول فيلم طويل له هو النظرة اللي تعرض لأول مرة سنة 2005 واللي نال إعجاب النقاد. 2008 عرض فيلمه الثاني كازا نيغرا بالقاعات السينمائية المغربية. الفيلم حاز على أكثر من 25 جائزة دولية ومثل المغرب خلال الاختيار الأولي لأفضل فيلم بلغة أجنبية من خلال أوسكار 2010. تم ترشيح فيلمه الثالث زيرو للمنافسة بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتعرض في قاعات السينما المغربية ديسمبر 2012 حيث احتل المركز الأول في البوكس أوفيس. نور الدين الخماري تابع المسار المهني بالخارج وفاز بعدة جوائز وهو اليوم معنا في برنامج مساء النور يا مغرب. الحصول ما عندي ما نقول. نور الدين الخماري مرحبا بك. سيدي نور الدين مرحبا بك. شكرا شكرا على الدعوة. غبتي وغيبتي وطولتي وطولتي الغيبة. لا في الحقيقة ما غبرتش، أنا كنخدم وتنخدم على واحد السيناريو الفيلم الجاي ديالي. نعم ميرا وحنا عرفنا أنه خديتي الدعم. أيه الدعم. شكرا شكرا. دونك انا حاضر وحاضرة نخدم السيناريو دابا وماشي كنخدمو انما كنعاودو فيه الكتابه. نعم. كنعاودو فيه النظر، نحاولو نشوفو كيفاش نستغلو هذا الوقت ديال الكوفيد باش نردو السيناريو اقوى وادكى. نعم.